إخواني أحبتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. من قناة أبو ساجد نبدأ بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله سنقوم بقطاف القشطة ونشوف الحبات ما شاء الله. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تابعوا معنا حتى النهاية. نبدأ بسم الله. نشاهد ما شاء الله حبات القشطة، حجم مقبول ما شاء الله. كما تحدثنا في فيديوهات سابقة فهي شجرة ما زالت لا تتجاوز 4 سنوات. نشاهد ما شاء الله، طبعا في هذا الوقت طبعا حسب المناطق يبدأ قطاف القشطة. نشاهد سبحان الله، طبعا نذكر اخواني هذا النوع الاسباني، فيوجد انواع كثيرة، فمنه الانجليزي وهناك عدة انواع لاشجار القشطة. وفي فيديوهات سابقة تحدثنا عن رعاية شجرة القشطة. طبعا الأفضل دائما قطافها بالمقص، فهي أفضل طريقة، لا يجوز قطافها باليد. طبعا الحبات لا تكون منتظمة بهذا الحجم، فتكون هناك حبات صغيرة وحبات كبيرة كما نشاهد. نشاهد اخواني قلب القشطة من الداخل، من لا يعرف القشطة فهذه الحبة كاملة الاستواء كما نشاهد، ويوجد بداخلها البزر.
اخواني احبتي المشاهدين، في نهاية هذا الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.